هلو everybody، اهلا بيكم مع لسن جديد. النهارده درسنا عن الكويستشن تاج. هنشوف النهارده الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه وايه هو الكويستشن تاج. بس ما تنسوش نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس ونحط الكومنتس بتاعتنا عن اي سؤال احنا محتاجين نسال عنه او اي جرامر احنا محتاجين شرحها بسرعه، نكتبها تحت في الكومنتس. ما ننساش نعمل شير عشان كل اصحابنا وكل الناس تقدر تستفيد قدر المستطاع من الفيديو. اوكي، الكويستشن تاج ايه هو الكويستشن تاج؟ الكويستشن تاج is a short question at the end of a statement are used when asking for agreement or confirmation. Again, question tag is a short question at the end of a statement are used when asking for agreement or confirmation. question tag عبارة عن سؤال قصير أو صغير ونحطه في آخر الجملة علشان ناخد بيه موافقة أو تأكيد على المعلومة اللي إحنا بنقولها في الجملة بتاعتنا. طيب الـ question tag زي ما قلنا سؤال في نهاية جملة، معنى كده إن إحنا عندنا الجملة بتاعتنا أهي والـ question tag هنا. أوكي؟ طيب لو قلنا إن هو ده الـ question tag ودي الجملة بتاعتنا، طب احنا في عندنا شروط. اول حاجة الجملة بتاعتنا دي لو كانت positive statement يبقى في الحالة دي الـ question tag بتاعتنا هيكون negative. طيب لو كانت الجملة بتاعتي مش positive no negative، في الحالة دي الـ question tag بتاعنا هيكون positive. يعني إيه؟ يعني الجملة عكس الـ question tag عكس الجملة بتاعتي. لو الجملة مثبتة يبقى الـ question tag منفي، لو الجملة منفية يبقى الـ question tag مثبت. طب تعالوا نشوف مثال. الـ question tag مبني بشكل أساسي جدا على الـ auxiliary verbs أو الهيلبينج فيربس، هما الاثنين حاجة واحدة. وأي حد عايز يشوف ويراجع الأكزيلري فيربس هيلاقي اللينك بتاع الفيديو اللي إحنا شارحين فيه الأكزيلري فيرب بالتفصيل موجود عندنا في تحت الفيديو بتاعنا أو فوق. يراجعوا كويس قبل ما يشوف الكويستشن تاج عشان يعرف إحنا بنعمل إيه بالظبط. طيب نشوف مثال. يو are a student. You are a student. عايز احط question tag. طيب هحطه ازاي؟ question tag عبارة عن auxiliary verb plus subject. ال auxiliary verb plus subject. طب فين ال auxiliary verb؟ بجيبه من الجملة. ال auxiliary verb اهو are. ال subject بتاعي you. لكن زي ما قلنا الجملة بوزيتيف يعني الأكزيلري فيرب لازم يكون نيجاتيف، يبقى ار هوديها الناحية التانية وأعكسها تبقى aren't. aren't you؟ you are a student. aren't you؟ question tag زي بالظبط ما بنقول بالعربي كده، مش كده، أليس كذلك؟ تمام؟ let's see another example. علي is a teacher. زي ما قلنا ناخد الـ auxiliary verb نوديه الناحية التانية ونعكسه، لو positive خليه negative isn't. بس ما ينفعش هنا أقول isn't علي، no علي لما هوديه الناحية التانية أحط الـ pronoun يبقى isn't he، يبقى علي is a teacher isn't he. okay. تعالوا نشوف. She was happy. Was. هوديها الناحية التانية تبقى wasn't. وأودي السبجكت بتاعي wasn't she. اوكي. طيب نشوف كده.
He comes late. Comes. اتفقنا لما يكون عندي الجملة بتاعتي ما فيهاش helping verb واضح من الـ من الـ three families اللي احنا دايما بنلاقيهم قدامنا، بنجيب من العيلة الهيدن. ارجعوا للفيديو بتاع auxiliary verbs. هنا helping verb بتاعي في الجملة دي هو ايه؟ does. والجملة بتاعتي positive يعني هو يكون الـ question tag منفي تبقى doesn't. doesn't he. تمام. She can play tennis. helping verb can أودي ناحية تانية وأعكسه can't. She. تمام. طيب تعالوا نجرب لو كانت الجملة بتاعتي أصلا negative. في الحالة دي هيكون الـ question tag positive مثبت. Let's see. He isn't thirsty. الهيلبنج فيرب اهو ودي الناحيه الثانيه وخليه مثبت. هنا منفي خليه مثبت، يبقى he isn't thirsty. Is he another one. You don't speak French. الهيلبنج فيرب اهو وديه الناحية التانية وخليه مثبت. Do you another one. She doesn't study math. الهيلبنج فيرب وديه الناحية التانية وخليه مثبت تبقى does. نفس السبجكت بتاعك does she. Okay. تمام. طيب عايزين نشوف بعض الحيل كده ناخد بالنا قوي منها. لو الجملة بتاعتي كان فيها I am. I am. I am لما تكون question tag بتتغير لي aren't. I يعني for example I am late. Aren't I ما ينفعش أقول amn't I. No. I am late. Aren't I. Let's see another one. لو عندنا كمان let's بنغيرها لإيه في الـ question tag؟ لشال we. Shall we. طب let's see one example. خلينا نشوف مثال. Let's play football. Let's play football. Shall we. Okay. تمام. في عندنا كمان خدعة. احنا قلنا لما تكون الجملة negative four بيكون ال question tag positive مثبت. طب يا ترى جملة زي دي nobody went to the park. تفتكروا هنا question tag بتاعي هيكون ايه؟ فكروا كده. Yes. question tag بتاعي هيكون positive. هيكون مثبت. ليه؟ لان الجملة بتاعتي هنا منفية but by another way. مش كل النفي لازم يكون ب not. Isn't or aren't or don't or doesn't. No. We have a lot of ways to make a negative.
for. ممكن أعمل نفي بطرق كتيرة من غير not. الجملة دي منفية nobody، معنى كده أن الquestion tag لازم يكون positive مثبت. Nobody went، يعني الهيلبنج فيرب بتاعي هنا هو did. Did they؟ اوكي طيب تعالوا نشوف another example، وهسيبكم انتوا تحلوه واشوف الحل بتاعكم في الكومنتس. She never smiles. يا ترى الكويستشن تاج هنا هيكون ايه؟ استني اشوف تعليقاتكم واشوف اجاباتكم وهرد عليكم. اوكي اشوفكم في فيديو جديد. Goodbye.